يا مساء الخير ويا مساء العافية على كل مشاهدينا مرة ثانية. وصلنا لفقرة مع هبة. اليوم ضيفنا لم ولن ينساه المشاهد العراقي، أجاد الأدوار الكوميدية وحتى التراجيدية، لكنه أبدع بالكوميدي فوضع من خلالها بصمته في عالم الفن العراقي. ضيفنا الفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم. يا مساء الخير يا مساء العافية. مساء الخير والعافية عليكم جميعا على مشاهدي قناتكم الكريمة، وشكرا على هذه المقدمة. شكرا لحضرتك لأنه اليوم نورتنا ولبيت دعوتنا. أبدا أنا حاضر. دول عينك، شلون هي الدنيا وياك؟ الدنيا يعني لا يمكن أن تسير على منوال واحد. أكيد. يعني بيها فرح بيها حزن، والله يبعد الحزن عن كل مشاهدي الكرام. فهي هاي الدنيا يعني. طيب. ولازم احنا نخوض كل التجارب. وحاليا يعني الامور تمام؟ استقرار اكو فني؟ استقرار صحي؟ الحمد لله على كل حال. يعني بالنسبه للصحه يعني مريت بوعكه صحيه صعبه جدا يعني. صحه وعافيه، نتحدث احنا بامور الوعكه الصحيه. خلينا نتحدث بشكل عام، نطمئن عليك اولا وبعدين نخوض بالتفاصيل. الله يبارك فيك. طيب خلينا بما انه انت ذكرت الصحه، خلينا نتحدث عن الجانب الصحي بدايه حتى نغادر هذه الطاقه السلبيه. نعم. تحدث لنا عن الوعكه الصحيه اللي انت حضرتك تعرضت لها. بال 2020 صار عندي الم ظهري شديد جدا. طيب. سافرت إلى الهند على حساب الحكومة من 2020. نعم. رحت الهند، سووا لي عملية حقن بالظهر. قالوا لي هاي العملية يعني ناجحة 100%. وأيضا سووا لي عملية سقوط قدم. الظهر اختفى الألم، يعني خلال يومين اختفى الألم. نعم. لكن القدم قالوا لي بعد 3 أشهر افتح الجبس ويكون الأمور جدا طبيعية. لكن بعد أن فتحت الجبس الأطباء اللي في بغداد قالوا لي أخطاء طبية يعني كلش كبيرة. يعني كيف العلاج يعني اللي أخذته بالهند كان فيه مشاكل وأخطاء طبية؟ أخطاء طبية بالظهر وبالقدم. الظهر برا 6 أشهر رجع الألم أكثر من الأول. طيب. فيبدو هي مسكن، والقدم أيضا فشلت العملية. فأنا أنصح كل مواطن عراقي يسافر لأي بلد، طيب، انه يكون متاكد وين راح يروح ومع من يتعامل. اكيد هذه ملاحظه جدا مهمه لازم. نعم. الكل ياخذها بعين الاعتبار. طيب، فيما تم تداوله عن سرقه بعض الاشخاص تكاليف العلاج لحضرتك، كيف ست؟ بما تم تداوله بسرقه بعض الاشخاص تكاليف العلاج اللي كانت مخصصه لحضرتك، مدى صحه ما تم تداوله؟ لا لا لا، مو بهذا المعنى. لا لا لا، يعني وزارة الصحة لما ترسل مريض إلى أي دولة يكون الحساب المادي بين وزارة الصحة والمستشفى اللي مرسل إلى المريض. يعني ما ينطوه باليد. جميل. يعني هذا الخبر لا لا أعرى عن الصحة. طيب، وبعدها وين تم علاجك الآن؟ بداخل العراق؟ بتركيا. رحت مرة ثانية إلى تركيا وأيضا فشلت العملية. ايضا فشلت العملية. نعم. طيب، يعني ممكن نوعس هذا السبب انه هو بسبب قلة اعمالك في الفترة الأخيرة؟ اكيد. بس أكيد. فقط بسبب الأسباب الصحية؟ نعم نعم، عملت عمل واحد اسمه مامات وطن مع الفنان الكبير والصديق الوفي الأستاذ اياد راضي. نعم. ولله الحمد يعني كانت حلقة مميزة من خلال الأصدقاء ومن خلال الجمهور، أنها كانت حلقة مميزة. ولو هي المسلسل كله بحلقاته كاملة مميز، هذا العمل الوحيد اللي قدرت أنه أعمل، لكن ما قدرت أستمر لأنه ازدادت الحالة الصحية سوءا. طيب، خلينا احنا بعدنا بإطار الفن، شنو رأيك بالجروبات الفنية اليوم اللي تظهر على الساحة الفنية؟ الجروبات اللي موجودة، وشنو موقفك من عندها؟ هي في بعض الأحيان الجروبات تحيط بنفسها بسياج ودائرة مغلقة. بعض الأحيان تكون الجروبات يعني بها فائدة، بها فائدة؟ اي، عندما لكن محدودة لوقت معين. لا، عندما هذه الجروبات تكون محدودة على أشخاص معينين تصبح يعني حالة غير جيدة يعني.
انت ليش جروب يعني انت عندك زملاء كثير؟ هذا الكلام ست العزيزه لا اعني به نفسي. نعم. انه رب مستمع او مشاهد يقول لك بده يتحدث عن نفسه، لا انا اتحدث عن جميع الفنانين. يعني انتم يا فلان يا فلان يا فلان سويتوا جروب ونجحتم تستاهلون كل نجاح. لكن ليش مغلق على عده اشخاص؟ هذا هم فنان ومعروف والى يعني اعمال كثيره. فأرجو أن هذه الجروبات تسمح للآخرين، وأعود وأقولها مرة ثانية وثالثة وألف لا أعني نفسي. طيب أريد نعرف أيضا اليوم بعد رحلة طويلة من الأعمال السينمائية الفنية اللي قدمتها حضرتك، كيف تلخص لنا هذه الثمار؟ تجربة سينمائية يعني العمل السينمائي ممتع جدا رغم أنه متعب يعني. ونشوف الابتسامة أعتلت وجهك أيضا بالجواب عن هذا السؤال. يعني عملت مثلت في 5 افلام ما خانت الذاكره، الفيلم مطاوع بهيه عمل مشترك فنانين مصريين وعراقيين، وباب الحبيبتي ايضا عمل سينما مشترك بين مصريين وعراقيين، عماره 13 مكان في الغد، ووجهان بالصوره، 5 افلام. هذول الخمسة أفلام نعم. من هو أجمل فيلم والأقرب إلى قلبك؟ عمارة 13. السبب؟ السبب أنه يعني كان الفكرة أو السيناريو والحوار وحتى التأليف بشكل بسيط جدا. نعم. وعندما يكتب الكاتب ويخاطب الجمهور بالشكل السهل الممتنع يعني نعم. يدخل الى قلب المشاهد بسرعه. لذلك عمارة 13 ولحد هاي اللحظه رغم انه يمكن مرت سنين يعني اكثر من 30 سنه تقريبا، الان هو على اليوتيوب حتى الاطفال يشوفوه يعني. طيب من خلال الحديث مع حضرتك انا شفت انه البساطه اللي موجوده والسلام الداخلي اللي يسكن بروحك هذا كان من البدايات، من بدايات الشباب. نعرف انه بفتره الشباب مختلفه عن ما يتقدم الانسان بالعمر، يوصل مرحله من السلام ويوصل مرحله من الحكمه، لكن اريد اعرف هذا السلام والحكمه والبساطه كانت موجوده في بداياتك؟ شوفي ست العزيزه، اهلنا قبل عندما نبدي نوعي بالحياه يعني ونعرف ونميز يقولون قابل الاساءه بالإحسان. فظلت عالقة بالأذهان، وأنه اللي يسيء لك يعني لا تسيء لك. الإساءة بواحدة والحسنة بعشرة. أكيد. أكسب العشرة، أما هو الله يسامحه. يعني شعارك هذا؟ طبعاً. حلو. طبعاً. طيب من هو من الفنانين تحس في بدايتك كان منافس لحضرتك؟ أو نفس الخط أنت ونفس المجال أنت وياه كان هو منافس إلك؟ في بدايات نفس الخط الكوميدي وتحس كان انه هو منافس شرس. المنافسه مطلوبه اكيد وجميله بالعمل جميله، لكن احيانا وهي الاحيان نخليها بين قوسين تتحول المنافسه الى غيره، وعندما تتحول المنافسه الى غيره وحسد هذه الصفه تؤذي صاحبها. يعني ما تاذيني انت مريت هكذا نوع من العلاقات السامة في الوسط الفني بصراحة؟ مريت نعم، لكن تجاوزت يعني شرد سوي يعني. هو تعلمنا من الأساتذة والأهرامات اللي قبلنا، واللي أنا سعيد جدا أعتبر نفسي سعيد جدا جدا أنه تشرفت بالعمل مع هؤلاء القامات الكبيرة. تعلمت أنه وكانوا يقولون يعني أنا من زمان قبل ما أدخل هذا الوسط الفني أنه اللي يسيلك إنسى. طيب. والنجاح ثمنه باهظ. أكيد. الفشل لا، من يفشل الإنسان ما حد بحاله. لكن النجاح في جميع المجالات يخلق أحيانا حسد، غيرة. وعندما يصل الإنسان إلى مرحلة الحسد خطرة جدا. خطرا على الحاسد. وايضا على المحسود. الله يكفينا شر الحاسدين. طيب اريد اعرف من هم الهرامات اللي انت ذكرتهم حضرتك في بدايه اعمالك كان له دور في ساهم في نجاحك، وايضا كان يملك من التواضع اللي بقى عالق باذهانك الى اليوم. استاذ راسم الجمالي رحمه الله عليه. الله يرحمه. هذا الرجل يعني شرفت جدا اني عملت معه.
والأستاذ سامي قفطان ساندوني بشكل يعني كبير، خاصة في مجال المسرح والدراما التلفزيونية، وعملنا في فيلم عمارة 13. نعم. شكلنا ثنائي في المسرح وفي الأعمال الدرامية. ما حسيت عند أي يعني أحياناً الشاب الجديد عندما يظهر بالساحة الفنية أحياناً البعض يحس أنه محارب يكون، يعني ما أريد أقول محارب حتى لا أكون قاسي بهذه الجملة، لك هو يجي البارحة يعني شنو يجي أخذ. الحياة ما توقف عند واحد أكيد، يعني عندما نستعرض الفن العراقي أو المصري نعم على سبيل أو العربي نبديها من 1920 ظهروا فنانين وظهروا وراهم أجيال وأجيال وأجيال لحد هاي اللحظة. فأنا ليش أغار من واحد ظهر جديد؟ يعني أنا أيضا كنت في البداية أتمنى أنه الناس تعرفني وأقدم أعمال جيدة جدا، فليظهر جديد ولله الحمد لا أدعيها دعاء إنما هي حقيقة وقفت مع كثير من الشباب. طبعا بالكلام السهل الممتنع اللي إلك ما يصير لغيرك وما حد يأخذ مكان أحد. بالضبط. فأكيد خلي نروح. هذا شعاري. نعم خلي نروح لهذا الفاصل وراجعين وياكم. رجعنا لكم وأكيد مستمرين من بعد هذا الفاصل. وصلنا إلى فقرة خطوط. خط الصداقة في الوسط الفني إلى أين وينتهي؟ أكو حدود بالخط؟ خط الصداقة بالوسط الفني أنت حضرتك؟ ماكو أجمل من الصداقة. طيب. لكن الأجمل منها أنه الطرفين يحافظون على هاي الصداقة. وشنو هي العوامل والأساسيات برأيك؟ والمقومات حتى تكون تطلق على مسمى الصداقة الصداقة الحقيقية؟ الوفاء. الوفاء من الطرفين. طبعا أكيد. والثقة. هو عندما الإنسان يكون وفي أكيد هي تلازمة صفة الثقة. طبعا الثقة والوفاء متلازمتان. وصارت عندك هذه الصداقة الحقيقية بالوسط؟ أكيد. وخارج الوسط صراحة؟ أكيد. من كانت الأنجح، خارج الوسط أم داخل الوسط؟ الاثنين والله يا ست الاثنين. طيب بالحديث عن الخطوط، هل هنالك في البدايات او الان خط من خطوط الحياه كان لك فرصه انه انت تتخذه لكن انت لا امتنعت انه باتخاذ هذا الخط بالحياه العامه بصوره عامه؟ الحياه يجب ان نتوقع كل شيء بها. طيب كل شيء نتوقع به. سلكت خط غير خط الفن؟ لا لا لا، بس قبل الفن كان عندي يعني يعلم الجميع انه الوالد كان كهربائي وحبيت هاي المهنه من خلال الوالد، لكن بعدها اتجهت الى طريق الفن. الى طريق الفن. طيب اي مخرج عراقي حضرتك وجدت خطه الفني راقي جدا ومثالي جدا؟ اذا اقول كلهم يقول جواب دبلوماسي. اكيد احنا نريد اجوبه دبلوماسيه. كل مو كلهم عملت معهم. المميز. المميز كان عماد عبد الهادي وعماد بهجت ورشيد شاكر ياسين رحمه الله عليه، عبد الهادي مبارك، لازم اعددهم كلهم. اها ايوه مميزين كانوا. يلا كارلو هارتيون. طيب والمخرجين الشباب اليوم، هل هنالك مخرج لا معلفت انتباهك؟ اي نعم. من؟ الاخ العزيز اسامه الشرقي وسامر حكمت. طيب لو يعود بك الزمن إلى الوراء ووضعت أمام خطين، تختار خط الاستمرار أو خط الاعتدال؟ لا الاستمرار. الاستمرار خاصة بالفن يعني ست العزيزة، عندما يدخل الإنسان بهذا المجال مستحيل يفكر بالاعتزال إلا في لحظة أنه يفارق الحياة، يعني هذا الخط الفاصل بينه وبين العمل. لكن كفن حتى في أصعب الظروف الفنان يستمر بهذا العمل. يا ربي عمرك طويل إن شاء الله. الله يسلمك. وتقدم لنا مزيد من الأعمال وبعيد الشر عنك. طيب راح أطرح على حضرتك كلمات. نعم. وتقول لي شنو تعني لك. إحنا وصلنا لفقرة كلمة وتفسير. نعم. تمام. استراحة الظهيرة. أجمل برنامج قدمته بحياتي.
فرحان بهذا البرنامج سابقا وحاليا. طيب. انه قدمت في هذا البرنامج ممثلين ما كانوا معروفين وصاروا نجوم، وهي افتخر بها جدا جدا. تلمذوا على ايدك؟ ما نقول تلمذوا، اكيد اعطيتهم نصائح. قدمتهم، ومن جملتهم ابن اختي زهير محمد رشيد. جميل. ايه؟ طيب ميسون. ميسون المولود الأول فرحة عمري. الله. أيوة كل أولادي هم فرحة عمري، لكن تدري المولود الأول إلى نكهة خاصة. حيزعلون باقي الأولاد. طيب ميسون كانت البنت البكر لحضرتك والفرحة الأولى، دخلت بالمجال الوسط الفني في بدايات عمرها وحضرتك منعتها أو هي امتنعت عن الاستمرار؟ أنا ليش دخلت الوسط الفني؟ يوم فديوم جيت من الدوام. لقيتها تسولف، انا عبالي اكو واحد وياها الطفله اللي تسولف فيها. طيب. ف يعني ما حسست انه انا موجود، شال التليفون هذا القديم هذا. نعم الارضي. عاط التليفون وتحكي وكانه اكو طرف اخر يعني يتبادل وياها الحديث. لا ما يصير هذا المشهد، جبته خليته مسرحت الظهيره. فالمخرجين يعني انبهروا. لله انبهروا بها جدا، بحيث استمرت فيها باحلى الكلام وفيلم عماره 13. لكن لأنه الوسط متعب وهي طفلة، فقلت ليش أتعب هي في بداية عمرها؟ وهي أيضا حست أنه هذا الوسط محتاج. قالت لي بابا الله يساعدك، إحنا عبالنا الوسط الفني أو العمل الفني شيء سهل، لكن قالت لي بابا لقيت أنه الوسط متعب والله يساعدك ويعينك. والآن أين ميسون؟ معلمة للأهل. كانت هي طفلة تقول لي بابا أنا أصير معلمة. خاضت تجربة الفن لكن حققت حلمها. نقلت تجربة الفن هي حاليا من الدرس، هذا فضل من رب العالمين، انه كثير من الاباء والامهات يقولون نريد نسجل اولادنا بصف ست ميسون، يعني بحيث انه احيانا مو احيانا على طول والله تقدم الدرس بالطريقه الفنيه الممتعه الفنيه، ويسوي لهم فعاليات كوميديه وفعاليات بمناسبات وطنية. فلله الحمد يعني فخور جدا انه عندما اسمع انه كثير من الامهات والاباء يصرون على انه ميسون تكون تدرسهم. طبعا الله يحفظها لك، الله دائما نشوفها مبدعة اكثر واكثر. يسلمك. امل طه. امل طه بالنسبة لي ضلع من اضلاعي وانكسر. الله. اي والله اي والله، شكلنا ثنائي من اجمل ما يكون، ليس مدحا بهذا الثنائي، لكن الناس تركونا بصمه قالوا انتم اجمل ثنائي، وهذا شيء اعتز به رحمه الله عليه. الله يرحمها. خشم الولد. خشم الولد، خشم الولد هاي تمثيليه، تمثيل السينما. المخرج العزيز استاذ فلاح زكي رايح، انا انتهى الدوام قال لي وين رايك انت؟ رايح البيت. قال امشي وياه، فركبنا بسيارته نزلنا يم سينما الفردوس اللي هي بشارع الكفاح. قلت له وين رايحين؟ قال انا بالسينما. طيب. قلت له بالظهريه الحمراء نشوف فيلم وافلام هنديه، كانت اختصاص افلام هنديه. قال لي لا عندك تصوير، شو ذا النص؟ شو ذا الموضوع؟ قال بس تقعد ورا الممثلين، يعني الله يرحمه محمد القيسي. الله يرحمه. اذا شفتيها التمثيليه كانوا يعني من الناس سمان جدا وتعلق. ما عندي اي نص، هذا الحوار اللي طلع بهاي التمثيليه كله من عندي. وهي شعرت خشم الولد. لله الحمد. اقول لها خشم الولد. طيب. خشم الولد حتى يكون ختامها مسك مع حضرتك عزيز. الفنان محمد حسين عبد الرحيم لو لم يكن فنانا ماذا يكون؟ كنت اتمنى انه يعني اصير ادخل في مجال الغناء ايضا بالفن. بالفن طبعا. طيب. من خلال اصدقائي قالوا يقولوا لي صوتك حلو، ومن خلال فعاليات اللي قدمتها بالثانويه قالوا لي صوتك حلو. ف هسه ان اهم احنا لنا حق حتى نحكم صوتك حلو لو ما حلو، نسمع شيء من حضرتك ويكون ختامها معك. اي سلمك، هي هاي الاغنيه غنيتها في برنامج الهواة اللي كان يقدمه الراحل الكبير الفنان الكبير الله يرحمه استاذ كنعان وصفي. مروا علي الحلوين وعذبوني، نظرتي هي الروح بيا رموني، مروا علي
مروا علي الحلوين وعذبوني. الله عليك. زين الصوت يجنن الصوت. الله يسلمك. شكرا شكرا لك لانه نورتنا اليوم جدا. انا شخصيا استمتعت وحصل لي شرف انه اتحاور مع حضرتك، ويا ربي العمر الطويل والصحه والعافيه ومزيد من الابداع في المجال الفني. ستي العزيزه ممتن واشكر جزيل الشكر، واشكر جمهور هذه القناه الكريمه اللي حقيقة بدون مجاملة جمهورها واسع وجمهورها قناة مشاهدة، ومنياتي بالتوفيق لكل العاملين في هذه القناة ولك أيضا. شكرا لحضرتك.